أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة والاستثمار عبد الرحمن الحسين أن عدد تراخيص تصدير الحديد والإسمنت قد بلغ 158 رخصة أصدرتها الوزارة حتى الآن، منها 98 ترخيصا للحديد، فيما وصل عدد رخص الإسمنت إلى 60 رخصة. وأوضح الحسين أن ارتفاع عدد الرخص الصادرة يعد مؤشرا لنمو طلبات تصدير الحديد والإسمنت وارتفاع عدد الشركات الراغبة في الحصول على رخص للتصدير إلى خارج المملكة.